عايش أهلي فقرة وتراويش وهالعربي هاي رزقنا وغير العربي ما فيش اكتب يا سوي سجل يا سوي أنا بياع وبدي عيش ما بيصير ما بيصير هيدي مش إفادي قولي لك شي إفادي كن فيها إفادي لأن التحقيق لما بيعمل إفادي لازم يطلع بإفادي من الإفادي أنا بياع بدي عيش أهلي فقرة وتراويش وهالعربي خلف إخوي طيور صغار وما إلو نريش اكتب يا شويش سجل يا شويش طيور صغار وما إلو نريش في تغيير في تغيير هلأ على الإعادة لاحظنا إنه غيرت بآخر الإفادة رولا يا شباب شو عم بتقول زيادة شو بيشج علينا إشيا من الإعادة أنا بياع وبدي أعيش قالوا لي أوعى التفتيش روحي أنت انزاعي الحفلة نحنا مندفع لك بخشيش أبدا يا شويش لا يا شويش هني دفعوا لك بخشيش مش مزبوط مش مزبوط غيرتوا الإفادة ما زال بدكن تزيدوا كان بلا إعادة يا بنت التحقيق بيستنتج اشيا زيادة حلفوا انه انا هيك اعطيت شهادي بلا حكي وتعي امضي مش رح امضي بدك تمضي مش رح امضي فاذا اكتب طب تمنعت عن الامضاء يا شاويش أخدت لا إفادتها أخدناها يا شاويش بدي طالع إفادتها هيدي إياها أنا مش بياع وخضرة ما فيش دفعوني شوية بخشيش وهالعربي هيدي لعبي وفي لعبي تحت الطربيش طبعا يا شاويش مركز يا شاويش في لعبي تحت الطربيش هالقضية فيها غموض غري ما في شي غري ما في شي مش معقول تكون صغيري وإلا علم بقصة كبيري غري موقوفي وحولها على المحكمة قصة بسيطة ما بدها محكمة قد ما هي بسيطة مش معقول تكون بسيطة وقفها أنا بريء كتفها أنا بريء خلي المحكمة هي تقرر كنك بريء أو مش بريء وليش توقفوني وسلف تحبسوني بلكي بالمحكمة بروني صح نقدر نتركك وما نوقفك هلا لكن بشرط لازم حدا يكفلك حدا يكفلني مثل مين شي متمول شي واحد مهم حدا من اللي بيعملوا عزايم من يلي بينعزموا على العزايم من يلي بيسافروا بالبوابير من يلي بيتنزهوا بالعواصم يعني حدا كبير يعني حدا مهم حدا مهم يكفلني ما بيكفلني لكن أنا عندي من يكفلني مين 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 إخوي صغار ولاد صغار أنا بدي ضل أطعمهم غطيهم أنا بالليالي
هن بيربطوني بهالارض بيربطوني.